بكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم قوي قلبك. اسمحوا لي ارحب بالنجوم اللي معايا النهارده. ارحب بنجم الكوميديا في مصر والوطن العربي الاستاذ العظيم سعيد صالح. ومعانا كمان نجم شاب استطاع فترة بسيطة جدا ان يضع بصمة كبيرة جدا في مجال السينما، الفنان ماجد الكدواني. اسمحوا لي الاول اعرفكم طبيعة البرنامج. برنامجنا اسمه قوي قلبك. قوي قلبك اكيد باين من عنوانه ان برنامج صريح وجريء. بيكون قدام كل ضيف زرار، مجرد ما بندوس على زرار الكمبيوتر بيختار معانا الاسئله بشكل عشوائي. الاسئله دي تتوجه لحضراتكم من النقاد او الجمهور او الصحفيين. اهم حاجه ان احنا نقوي قلبنا قوي قبل ما ندوس على الزرار ونرد الصراحه. مستعدين؟ تحت امر. اتفضل استاذ سعيد، قوي قلبك ودوس على الزرار. فنان سعيد صالح فنان كبير وعظيم وكل شغله عظيم، فشو يا أستاذ سعيد، ما في إشي جديد زي الماضي؟ شو حكايتك؟ ماليش حكاية إن شاء الله، يعني في حاجات جديدة إن شاء الله. شو حكايتك يا أستاذ سعيد؟ معرفش حكاية، ماليش حكاية يعني. لا إيه حكايتك صحيح؟ لا مش عايز اقولها عشان سر. طيب ماجد قوي قلبك ودوس على الزرار. هتقول لي ايه حكايتك برضه؟ انت وحظك بقى. ماجد الكدواني ممثل دمه تقيل زي وزنه. انا مش عارف هيفضل امتى عايش في دور الممثل الكوميديان. عايش في دور الممثل الكوميديان وده متقيل ازاي يعني؟ ومين اللي حكمه يعني؟ يعني اصلا مش انت شايف ان انت عايش في دور الممثل الكوميديان؟ لا انا شايف ان ده متقيل. لا بس انا عايزه اوضح لك حاجه بس في الاول، ان ده مش راينا احنا، ده راي الجمهور والصحفيين والنقاد اللي معانا. يعني ده راجل دمه تقيل، ده رأيه هو. اصل هو اصل انت ممكن ما تقدر، يعني مش هتقدر ترضي 75 مليون. لا اصل خفه الدم دي بتبقى واضحه يعني. انت اول ما طلعت الناس كلها حبيتك، وانا من الناس ديت ومبسوط بيه، وقلت لك ده قبل كده. فازاي يعني خفه الدم ديت؟ مش مره هقول دمه خفيف ومره هقول دمه تقيل. خفه الدم دي هبه من عند الله، والراجل دمه خفيف يعني. حضوره جميل. ربنا يخليك يا سعيد، ربنا يخليك. رأي واحد يعني، ما رأي بني آدم يمكن يبقى يلا هو مش قوي قلبك ودوس على الزرار. يا سعيد وصل انت بايخ وابن. ماجد الكدواني، انت اسبلت فشل نظرية التمثيل بالحجم، لان حجمك لدك الحضور اللي انت المفروض يبقى موجود في اصحاب الاحجام الثقيله، ولا سحنتك خلتنا نحب التخان. بصراحه مش كل تخين يبقى دمه خفيف، وانت تخين دمك مش خفيف. اللطيف يعني ولا ايه؟ لو بيقول سحنتك يعني، هو سيبك من قالك سحنتك، انتوا مسجلين معاه كده بتعرضوها عادي كده؟ ده الاستاذ الصحفي حسنين محمد. حزين محمد. انا عن نفسي مثلا، احنا كنا كلنا بنحب الفنان الجميل الراحل علاء ولي الدين. الله يرحمه. وكان مليان وكان تخين يعني انا شايفه من وجهه نظري، مع ان المفروض اكون حياديه يعني، اسمح لي استاذ ماجد، يعني انا شايفه ان التخن والرفع ملوش علاقه بالكوميديا. مع احمد حلمي رفيع وبيضحك وانت تخين وبتضحك يعني. ما بس انا عايزك ترد عليه، عايزك تقوي قلبك كده وترد عليه بصراحه يعني، ما عندناش مشكله. ده هيوقف لي قلبي مش ده يعني. اصلا انا مش بمثل بجسمي يعني، انا ماليش علاقه يعني الموضوع. بس يمكن اغلبيه الادوار اللي طلعت فيها ماجد كنت دايما بتتريق او في افيهات عن الاحجام.
خالص. اكس لارج اكس اكس لارج. لا ده في فيلم مثلا حراميه في تايلاند كان في كده مشهد بينك وبين الفنان كريم عبد العزيز عن المقاس يعني. فواضح برضه احنا بنستخدم يعني برضه المقاسات. انا ما بستخدمش استعملها في الافلام كلها يعني. ما استعملش الحاجات دي في الافلام كلها. لا يعني اقصد مش عيب يعني لما يكون الفنان جسمه بيحيله بافيهات بتضحك الناس ده مش عيب. ما انا قلت اديت مثال بعلاء ولي الدين. ايوه طبعا بس ما يعني انا ما بشتغلش بجسمي يعني. في فرق ما بين ان انا تخين وفرق ان انا اشتغل بجسمي يعني. انا يعني ما بطلعش استعرض. وبعدين انا مش تخين قوي ولا انا ايه مش عارف. وانا ليه انت ان عجبنا انا كده. يا رب يخليك ربنا يخليك. ما بلاش ندوس على الزراير دي ونتكلم مع بعض كده. مش فاهم احسن والله يعني الزراير دي وقتنا. في ناس قاعده بتشتمنا وتهزقنا. طيب خلينا نتكلم قبل ما ندوس على الزرار. بلاش الزراير. انت نجحت جدا يا ماجد في اعمالك السينمائيه. ربنا يخليك. وكانت ادوارك كلها مميزه وكنت كل دور مختلف عن التاني يعني. وده بصراحه يعني احنا نشهد لك بده لان اغلبيه الممثلين او نجوم الكوميديان دايما بيقتصروا في مساحه معينه او بيقفوا عند نقطه معينه ما بيعرفوش يدوا بعديها. لكن انت اختلفت عنهم باختلاف الادوار اللي انت قمت بيها. طيب التلفزيون فين من ماجد الكدواني يعني؟ انت مركز اكتر في السينما والمسرح. لا في ولا انت شايف ان التلفزيون بيحرق النجم؟ لا 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 هو بيحرق طبعا في حاله يعني. بيحرق في لما الواحد يشتغل كتير قوي. لكن في النهايه التلفزيون كانت افضله عليا يعني. انا يعني في كذا مسلسل كانوا نقطه انطلاق بالنسبه لي يعني. انا لولا التلفزيون ما كانش حد عارفني. لكن التلفزيون الحقيقه فضله كبير علينا. لكن فكره انه يحرق طبعا التلفزيون خطورته في انه الواحد بيقتحم البيت دون استئذان. فاذا ما كانش الواحد عامل حسابه انه يبقى ضيف خفيف هتبقى فيها مشكله. لان انا ما اقدرش اعزم نفسي عندك بدون ما انت تمسكي فيا وتعزميني يعني. لكن وده عيب التلفزيون. عيب التلفزيون ان التلفزيون بقى سهل ممكن اشوفه من البلكونه اشوفه في القهوه اشوفه اي حته. لو يمكن كمان الاعمال الفرجه فيه مش الفرجه يعني. مثلا في السينما والمسرح ناس صفوف قاعده مترصصين وجايين عشان العمل الفلاني ويقعدوا منتبهين ما حدش يتكلم. صحيح. اسمعوا وتلقوا في السينما وفي المسرح. انما التلفزيون ممكن ابقى في المطبخ ممكن حد يندي عليا. أيوة. ممكن ارد على التليفون ففي انشغال. ويمكن كمان النقطه ان الاعمال التلفزيونيه بتتذاع اكتر من مره كتير على كل القنوات الفضائيه. صحيح صحيح. فده يمكن برضه بيحرق النجم رهرطه يعني. الحكايه يعني الاعمال بتتشاف بكثره لدرجه المشاهد بيمل منها بعد كده. صحيح. غير لما بيدخل مثلا السينما مره واحده وخلاص بيفتكر الفيلم بكل حاجه حلوه فيه بالافيهات. لا وعلى فكره فكره ان الواحد يلبس وينزل ويدفع تذكره وعشان يخش دي مهمه قوي. ليها معنى كمان جوهري يعني. هو جاي مخصوص عشان يشوفك. انما بلاقيك بقى في هنا ومش عجباني القناه دي انقل على 300 قناه بعديها يعني. ممكن انقل على ماتش كوره احسن من الممثلين اللي كل يوم مفروضين عليا. ممكن انزل خالص ما بتفرجش على التلفزيون. طب ماجد انت يعني في الفتره اللي فاتت انت عملت اعلانات. مش كتير يعني. طب هل انت شايف ان الاعلان ده بيضيف للفنان ولا بياخد من رصيده؟ لان احنا عندنا يمكن فكره في المجتمع العربي عموما ان الفنان لما بيعمل اعلان الناس كلها بتفتكر انه محتاج للماده يعني وما ينفعش ينزل من نجوميته ويعمل اعلان تجاري. في اعلان في اعلانات بتتعمل من غير ماده يعني. في يعني لكن الاعلان لو اعلان شيك وفي دراما يعني. انت لو شفتي كل الاعلانات اللي انا عملتها كنت ببقى حريص قوي ان يبقى في دراما في الاعلان في فكره حلوه يعني. برضو لانه الرؤيه متعه يعني. التلفزيون جهاز متعه برضو. فمش فكره توصيل وخلاص لكن توصيل من خلال متعه يعني. بس انا من وجهه نظري ان الاعلان بيقلل من قيمه الفنان. اعمل اعلان زي ما عمر شريف لما خلص راح اعمل اعلان يعني. انما طالما هو فنان وعنده ادوار وليه روايات وليه جمهور ما بقاش مساعد في ان انا ابقى. وبصراحه لما بتزنق في فلوس بعمل اعلان احسن برضه. حلوه الصراحه دي كده. انت قويت قلبك وابتديت تجاوب بصراحه. احنا في مهنه غير منتظمه يعني. ممكن يبقى معايا فلوس النهارده بكره ما معيش. هو جالي اعلان وهاخد فيه شويه فلوس هينجدوني. ما اعملوش ليه يعني؟ انا ما بقبضش شهري ماليش مرتب شهري يعني. خلينا صراحه والوضوح حلو والصراحه. لو ليك مرتب شهري ما تعملش اعلان. ما هو حتى لو مرتب شهري برضه مش هيكفي. منور السيد. الله يكرمك. ازي حضرتك؟ انت فين يا راجل؟ انا والله وحشني. انتوا مش من مصر ولا ايه؟ ليه؟ المصريين يجيبوا حاجه نشربها حاجه ناكلها. الله. واحنا في رمضان. الله. ده انتوا حاجه بسم الله ما شاء الله شح يعني. بسم الله. هنقدمها كل حاجه بس بعد ما تقوي قلبك وتدوس على الزر.
انا ادوس على الزرار. نعم. تاني هنرجع لموضوع الزراير ده. ما خلاص اتكلمنا شويه بقى نرجع للزرار. اتفضلوا اما اشوف فيها اكل بالراحه بس بالراحه. فنان ماجد الكدواني، انت عملت فيلم جاي في السريع وانت كان رحت معاه في السريع وبعد كده عملت دور تاني، ده مش عيب، بس انت فشلت في الدور في دور البطوله، فياريت بقى ما تعملش تاني دور بطوله، انت اخرك اساسا دور تاني. انا حاسس انها تطلع من الشاشه تديني بالقلم. ايه اللي ايوه والله حسيت انها تف عليا في الاخر. انت اخرك ليه كده؟ طيب طب ما يعني النقد يبقى بالراحه يعني. اتفضلي. ترد عليها برضه. جاي في السريع كان له ظروف انتاجيه يعني، مش يعني انا ماليش ذنب فيها، لكن الحمد لله نشكر ربنا يعني لما اتعرض عجب. طب انا من وجهه نظري هل انت يعني استعجلت الفرصه دي؟ لا والله ما استعجلتهاش، بالعكس انا اشتغلت كتير جدا ادوار تانية يعني. انا حتى لا استعجلت انك تبقى بطل خالص، انا ما ناويتش، انا ندهوني، انا عمري ما بسعى يا استاذ سعيد ورا حاجه. لا ازاي يعني لازم فنان يطلع؟ لا انا طبيعتي كده، انا ماجد الكدواني كده يعني، بحس ان ربنا بيزقني على حاجه خلاص دي رايد لي فيها خير. ساعات في حاجات ببقى نفسي اعملها وتقف، يبقى ربنا مش رايد لي فيها خير. لكن في جاي في السريع انا اتزقيت عليه يعني. كانت اياميها كانت والدتها الله يرحمها في المستشفى بتاع، لدرجه ان السكريبت ده جالي في ريسبشن المستشفى يعني، بيجروا ورايا لدرجه ان سابوني السيناريو في المستشفى وما عنديش وقت اقراه، قاعد مع امي بقى الله يرحمها ومش عارف. قلت للبنت بتاعه الريسبشن قلت لها والنبي اقريه قولي لي رايك فيه، فقريته نازل انا فيه ده حلو قوي يا استاذ ماجد. قلت لها هو ايه اللي حلو هي اللي دبستك في الفيلم؟ هي البنت بتاعه المستشفى دي. انا رايت ممكن ندوس على الزرار كمان يعني، مش ممكن وامي ماتت يعني موت وخراب ديار يعني. انا لو دوست على الزرار دلوقتي البنت بتاعه المستشفى دي تتشتم مثلا ولا انا بس اللي بتشتم؟ طب يلا يا ماجد قوي قلبك ودوس على الزرار تاني. وهيبقى سؤال ليا ولا الاستاذ سعيد؟ انت وحظك. سعيد صالح بقى، هو انا كنت زمان بتفرج عليه كان بيعجبني جدا يعني، كان بيعجبني قوي، بس دلوقتي بقى انا مش عارف خلاص، هو يعني واحد اكتفى عن التمثيل خلاص، يبقى يبطل تمثيل ما يمثلش تاني، ملوش لازمه انه يمثل ويضحك الناس عليه في حاجات ملهاش لازمه. دي قله ادب والله، قله ادب، ما ينفعش. راجل ثروه قوميه نكم منت. والله العظيم وحياه ولادي ما مجامله، انا بعشقك والله وحافظ انا حافظ كل اغانيك. انت تعرف بقى ان انا هقولها لك صراحه وعلى الهوى، انا مسجلها من التلفزيون كعبلون دي، كنت وانا صغير كده اجيب الكاسيت كده واسجلها من قدام التلفزيون عشان اقعد اسمعها لوحدي واغنيها. طب ما ايه رايك نغنيها؟ يا ريت نغني بحبك يا مصر، نغني بحبك يا مصر، بحبك والنبي عايز اغني، انا عايز اغنيها معاك. سيبك بقى من ماجد ده، نغنوها مع بعض. ايه ده يا عم؟ تعالى نقول كده مع بعض. ماجد كان لاحظت عليه بعمل روايه قاعدين ليه، فيجي يسهر في القهوه اللي قصاد المصر وكل ما تيجي الاغاني يروح جاي سامعها وراجع. وخدت بالك منه؟ طبعا. ده فظيع، صداع المسرح ده خرافه يعني، في كائن أسطورة. رهيب اسطوره. راجل بيحس الناس وطاقته متحده مع طاقه الناس، دي مش سهله دي، ان الواحد يقف قدام هذا الاعداد كل ليله، دي حاجه رهيبه، مش سهله، ويغني لايف مش مسجل بلاي باك كمان. انا بعمل مسرحيات انا مسجل بلاي باك، ليله صوتي رايح ليله تعبان، ده الراجل ده بيغني لايف كل يوم. ما تطفوا الشاشه دي يا اخوانا، خلينا نعرف نتكلم مع الراجل. والنبي يقول بحبك يا مصر، اقول مش سامع صوت، لازم اسمع صوت، لازم اسمع صوتي. ايامها كان وحي معايا، ايامها كان وحي معايا، دلوقتي من غايه لغايه بقول واتابع في رؤايا، ولا الحقيقة بحاول أقول في بحر صافي ولا مرايا، مصنع مصانع حقل قول، خيالي في الغابة نقايا، خيالي في الغابة نقايا،
أيما كان دا 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 أيما كان لا 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 أيما كان لا 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 أيما كان أيما كان وحي معايا أيما كان وحي معايا دلوقتي من غاية الغاية بقول وتابع في رؤايا ولا الحقيقة بحاول أقول في بحر صافي ولا مرايا مصنع مصانع حقل حقول خيالي في الغابة نقايا خيالي في الغابة يا حبيبي يا حبيبي الله 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 ماجد احنا عايزين نسمع منك حاجه بقى يا ماجد اسمع تسمعوا بعد ده تسمعوا ايه بس ما ينفعش انا اغني مع الاستاذ إيه؟ سعيد لكن ما اقولش حاجه انا سعيد غنى برضه وهتقول يعني. اقول معاك هيقول معاك هيقول معاك يا حبيبي بحبك حلوه بحبك مفتوح يا استاذ سعيد بحبك يا مصر بحبك يا مصر تنام الدموع في العيون الهواجع وتسهر دموعي في حبك يا مصر تهون السجون والشجون والمواجع ويغلى مع القهر حبك يا مصر تنام الدموع في العيون الهواجع وتسهر دموعي في حبك يا مصر تهون السجون والشجون والمواجع ويغلى مع القهر حبك يا مصر ولو يحبسوني ولو يشنقوني لو يحبسوني ولو يشنقوني ولو فكروا بالعذاب يبعدوني هقرب وأقرب ومش ممكن أهرب هقرب وأقرب ومش ممكن أهرب وتنزل دموعي على خدودي تشرب تلاقي الرموش والخدود والمباسم مراسم المباسم ايه مراسم المباسم مراسم وصورتك عليهم صورتك عليهم وصورتك عليهم يا مصر بحبك 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 يا مصر بحبك يا مصر الله الله بحبك يا مصر الله 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 يا حبيبي يا حبيبي انت ماجد النهارده يعني فجرت طاقات الاستاذ سعيد يعني ده انا مستنيه متفجره من زمان متفجره من زمان ايوه طبعا انت ما غنيتش يا ماجد برضه غنيت اهو غنيت مع الاستاذ سعيد وحافظ وكل حاجه بقول لك كنت كان يقعد في القهوه هو وشويه اصحابه ايوه ساعه ما تيجي اغنيات معينه يروح جاي اروح اقعد اسمع شايف جوار الصاله لان احنا بنغني في مسرح لايف بالظبط في فرقه موسيقيه وفي غنى لايف وفي كلام محترم وفي غنى رهيب يعني في السجن وفي ممنوع من السفر وفي مش شربت انتقام من شربت يا خرابي يا خرابي على الجمال والحلاوه شوف ده 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 كلام ده فين ده النهارده ده كلام عظيم قوي والحان جميله وشوف في اغنيه عن السجن يا استاذ سعيد في السجن كتير يعني عايز السجني ولا عايز ايه؟ عايز اسمع ايه؟ انا اول مره نقول في السجن تعال نقول في السجن اغنيه حلوه قوي اكيد دي كانت عن تجربه بقى التجربه المريره اللي حضرتك مريت بيها ده من الحظ الحلو ان انا اتسجنت يا حبيب قلبي السجن مفيش في السجن زمن الوقت ملوش في السجن تمن السجن مفيش في السجن زمن الوقت ملوش في السجن تمن أيام بتمر وليل بيجر نهار ويعدي وإحنا في دوامة والأفكار بتجيب وتودي العالم برا بيعمل إيه الناس فاكرانا
وسكت ليه؟ الناس بيروحوا الشغل ازاي؟ الناس بيلاقوا العيش ازاي؟ الناس بيقضوا اليوم ازاي؟ الناس بيجي لهم نوم ازاي؟ الناس الناس شغلتنا الناس، الناس الناس شغلتنا الناس، والناس ويانا في كل وجود واحنا مع الناس، وعشمنا في بكرة ملوش حدود. وحقولك ايه واحكي لك ايه، وحقولك ايه واحكي لك ايه، وحقولك ايه واحكي لك ايه. شفتك في الحلم الليلة قمر، وانا طير مكسور بجناح مسحور، عاشق عاشق وحبيبي ليلة قمر. شفتك في الحلم الليلة قمر، وانا طير مكسور بجناح مسحور، عاشق عاشق وحبيبي ليلة قمر. رفرفت خلعت الباب والسور، رفرفت خلعت الباب والسور، طيران 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 عليت طيران، وحدفني الشوق عليت طيران، وغلبني الشوق غنيت حتة غنيت حب قمر. شفتك في الحلم الليلة قمر، يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر. شفتك يا في الحلم الليلة قمر، وانا طير مكسور بجناح مسحور، عاشق عاشق وحبيبي الليلة قمر. رفرفت خلعت الباب والسور، رفرفت خلعت الباب والسور، طيران 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 عليت طيران، وحدفني الشوق عالبيت طيران، وغلبني الشوق غنيت حتة غنيت حب قمر. يا حمام يا حمام يا ابو الف جناح، يا معدي الساعة في غمضة عين، عشاق وحبيبي بالعشق فرح محبوبتي قصيدة، وانا المدح وانا غاوي غناوي، وانا ابني يومين فالغبني قال الشوق غنيت حتة غنيوي حب قمر. شفتك في الحلم الليلة قمر، يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر. شفتك يا قمر في الحلم الليلة قمر، يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر. شفتك يا قمر، شفتك يا قمر، شفتك يا قمر، شفتك. الله 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 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا جميل يا جميل. شايفه الفن، شايفه الفن والاحساس. الله يا استاذ سعيد، الله شوف الاحساس الجميل ده. يا سلام، الليله عليا انا بقى. ده انت منور النهارده، انا جاي عشان اشوفك. يلا يا ماجد قوي قلبك بقى ودوس على الزرار. خدي انت دوسي بقى وعيشي حياتك انت، خدي العلبه عندك بقى وشوفي انت بقى اعملي اللي انت عايزاه، وخدي العلبه الثانيه كمان اهي عشان تدوسي براحتك في كل ال عايز. ايوه اديها الموبايل، اديها الموبايل ادي، وادي انا الولاعه دي، وادي البنطلون، وخدي السلسله دي بقى، دي بقى ايه البسيها كده بس. يلا خدي، انا رهنا كل حاجه عندك اهو، وخدي اللبيسه دي بقى ايه اعملي بيها اي حاجه بس. ادي عندك كل الزراير اهو بس كده. ايوه 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 هو ده هو ده بس. انا نفسي بقى، نفسي الدول بتاعها دي، نفسي الدول بتاعها دي جميله قوي. هات السلسله، كنا بنهزر كنا بنهزر. ايه يا جدعان كنا بنهزر، هات السلسله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع على بال ما يستعيدوا. اطلعي فاصل، تخشي فاصل، انت حره بقى. ارجع تاني ونواصل. واوي قلبك.
اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل. وعايزاك بقى يا ماجد بقى نرجع بقى للزرار ونرجع للاسئله الصريحه. قوي قلبك ودوس على الزرار. حاضر. الفنان ماجد الكدواني، احنا اول ما شفناك بتقوم بادوار كوميديه صغيره، وبعد كده تقمصت شخصيه الفنان علاء ولي الدين، عملت فيلم من بطولتك، الفيلم دوت فشل وبدات ترجع تاني للادوار الصغيره، يا ترى هنشوفك في ادوار كبيره وناجحه بعد كده ولا ايه؟ شوفوني باذن الله في دور ارضي بجنينه باذن الله. هقول ايه بس؟ لا لا، تهريج تهريج. والبيت المطلقه دي اللي جابوها اللي ايوه صح شكلها مطلقة. ايوه شكلها متطلقه والله، عندها مشاكل مطلقة. وانا بعرفهم اللي عندهم مشاكل نفسيه دول، عندها مشكله نفسيه. ازاي بتعرفهم ازاي؟ ميك اب غلط خالص. لو حضرتك على وش طلاق وشكلها ان شاء الله هتلاقي سكه الطلاق قدامك. ايوه عندها مشكله نفسيه، لانه كمان ما بتتفرجش على سينما اول ما هتجوزك هتطلقوك. ما بتتفرجش دي على سينما كويس، لانه يعني انت ايه ردك عليها؟ انا ما رجعتش للادوار الصغيره ولا بتاع، انا بنقي دور حلو محترم يحترم عقليه المشاهد ويحس بيه ويحرك احاسيسه ومشاعره. انا يهمني الدور. نبي ما تتنرفس، والله ما تتنرفس. والله انا مش متنرفس. لا 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 لا، انا ما عايزين يغزونا ويسرونا. انا قاعد ماسك نفسي. اصل واحد لما يعمل بطل فيلم والفيلم ده يا جماعه الواحد ما بينزلش من بيته يقول انا نازل ابقى بطل. البطوله دي بتيجي كده من عند ربنا، الناس هو اللي بيقول انا بطل ولا مش بطل. ما بنزلش من باب بيتنا افتح مراتي تقول لي رايح فين، ولا رايح ابقى بطل. انا مش رايح ابقى بطل، انا رايح امثل، رايح احترم الناس وقاري ورق وعاجبني وعايز انقل احساس معين للناس. انقي دور حبه يطلع بطل يطلع بصل يطلع اي حاجه يطلع زي ما يطلع، لكن المهم انا محترم وحبه. وبعدين انا ماليش ذنب بقى بصراحه في انه يعني مثلا دعايه نزلت. الاستاذ عادل امام والله اتصل بيا في يوم، والله العظيم ربنا بعته لي زي ما حضرتك ما بعتك ليا النهارده كده. اتصل بيا في يوم والله العظيم قاعد كده باصص في السقف بعد الفيلم، وانا ماليش علاقه بحاجه، دعايه غلط وسينمات غلط ومش عارف ايه. خلينا نفتح قلبنا كده بقى، ما تسموه افتح قلبك بدل قوي قلبك، خلوه افتح قلبك، نفتح قلبنا بقى. اتصل بيا الاستاذ عادل والله في يوم زي ما الاستاذ سعيد كده ربنا كرمني بيه النهارده، قاعد باصص في السقف انا كده وبتامل يعني ومولع النور، ولقيت التليفون بيرن ونمره غريبه قوي الحقيقه. ف الو، ايوه ماجد، انا عادل امام. ايه؟ اتنفضت من على السرير، وبعدين قعدت فتره اسمعه والله العظيم مش مصدق صوته فعلا يعني ولا ايه. قال لي مالكش، بص المونولوج اللي خبطني بيه وانا قاعد. ايوه ماجد، انا عادل امام. اتنفضت، ما تقلقش وما تيأسش وما تبتئسش، وانت مالكش ذنب في حاجه، وانا بقول لك اهو احنا ياما مثلنا ووقعنا وقمنا والضربه اللي ما تكسركش تقويك ومش عارف ايه. قال لي كلام جميل، قال لي انا اول فيلم عملته وقع. قلت له فيلم ايه اللي انت عملته؟ عادل امام بجد؟ قال لي ادي اسمع بس، انا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تبتئس والجو ده، انت مالكش ذنب في حاجه. الله الله الله، انت راجل مثل بس. بص الجمله بقى، قال لي مثل بس، مثل وسيب السوق يحطك في المكان اللي عايز يحطك فيه. الله، قال لي كده. شوف والله راجل فنان خبره فاهم، قال لي اوعى تزعل وبتاع، مثل مثل ودوس. ما تزعلش الحمد لله. بس فشوف النقد الجميل، شوف الناس لما تحس بالناس كده. وشوف شوف الكلام. بقولت له ايه اللي خلاك تتصل بيا؟ والله بقول له ايه اللي خلاك تتصل بيا؟ قال لي بحبك وحاسس بيك. شوف البيت الثاني اللي اتفشل الاخرانيه دي، ما هي متطلقه. فالطلاق برضك بعد عنك وحش. بتاعها شرشرحه مش عارف. البنت اترمت في الشارع يا عيني ومش لاقي حاجه تعملها، قالت لك اشتم في ماجد. طيب طب يلا يا ماجد قوي قلبك ودوس على الزرار. تاني ندوس على الزرار اهو. ماجد القدواني، انت كنت بتطلع في ادوار سنيد وده كان كويس قوي وكنت بحبك فيه جدا، لكن لما بدات تعمل ادوار بطوله فشلت. فانا بحبك قوي فبنصحك نصيحه، ارجع سنيد زي ما كنت عشان افضل احبك. لا عشان اضربه قلمين على وشك. لا والله انا بوعد الناس كلها إن ومن على الهوى وفي حضور سيادتك كشاهد ان انا هرجع سنيد. سنيد انا هرجع سنيد. تخشينا زي ما هو. تخشينا. انا هبقى سنيد تاني عشان لما يبقى يعرف يتكلم. ومعجب بنفسه قوي. قال انا بنصحك وبتاع. الواد انا عارفه على فكره. شوف بجد؟ طب ما يجيبوه. هنجيبه هنا ونقول له يعني ايه سنيد. وقال لك انت فشلت. ذوق قوي الولد ده. ايه رايك في الحكايه ده؟ ذوق قوي الولد انت ده. حاسس ان انت فشلت فعلا يا ماجد؟ ف
فشلت سيبيه على الله، ما احنا ده كلام شفتكم والله. لو كان فشل، لو كان ده فشل ما كنتوش حجبوه في البداية. الله عليك، واخدها من على لساني والله. ولا انا لو فاشل ما كنتوش جبتوه. هو فعلا انت لو فاشل ما كناش جبناك، وانت فعلا نجم. هو انت اللي كنت بتتكلم ولا ايه استاذ ماجد؟ لا مش هو، شبهه. انت بالفعل النهارده انت نجم حلقتنا النهارده في قوي قلبك. وانا عايز اقول لك ان احنا يا جماعه عملنا مقلب كبير قوي في الفنان ماجد. مقلب يا استاذ. عايز اقول بقى ان المقلب الاكبر واكتر النهارده ان الاستاذ سعيد صالح رئيس العصابه بتاعت المقلب. يعني انت كل يوم هنا؟ كل يوم هنا. وعايز اقول لك حاجه، البنت دي اللي اتكلمت اهي اللي صبري، والواد ده اهو البنت المطلقه اهي، والواد اللي طلقها اهو. الله، ما ترجعوا لبعض يا جماعه. يا حبيبي انا عايز اقول لك يا ماجد. لا بس اقول لك بقى، انا مش معتبر ده مقلب عشان انا شفت. بس انت كل يوم هنا، كل حلقه في الليله السوداء دي. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. 31 ربنا يقويك. لا لا حلو. لا لا 31 حلقه دلوقتي. انا اسفه يا ماجد، ما تزعلش مننا. لا والله لا، ده انت زي العسل. انا عايز اقول لك ان كل الكلام ده متفبرك طبعا، والجمهور عارف ان ده متفبرك. لكن الناس كلها بتموت في ماجد الكدواني وبتحب اعماله جدا. طيب معلش. لا لا والله. طب ما نقول حق غنوه، اقفل لي بغنوه حلوه بقول الله يخليك. طب هنختم الاول وبعد كده نغني. اختمي وعايزين نغني. لا خليك معانا. لا خليك معانا. طب انا معاكوا اهو، معاكوا. الراجل ده جميل قوي يا جماعه. مشاهدينا النهارده كان نجم مقلبنا النهارده في قوي قلبك الفنان الجميل ماجد الكدواني. اشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده ومقلب جديد ونجم جديد في برنامجكم قوي قلبك. يلا ماجد، هنقول ايه؟ الله. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك 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 اكتر من اللي فات. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام. وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك 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 اكتر من اللي فات. حبيبتي يا سفينة متشوقة وسجينة، يا حبيبتي يا سفينة متشوقة وسجينة، مخبر في كل عقدة، عسكر في كل مينة، يمنعني لو أغير عليكي أو أطير إليكي واستجير، في حضنك أو أنام في حجرك الواسيع وقلبك الربيع، اعود كما الرضيع بحرقة الفطام. حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة، حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة، حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة، يا حبيبتي يا مدينة متزوقة وحزينة، في كل حارة حسرة وفي كل قصر زينة،
مدينة يا حبيبتي يا مدينة متزوق وحزين ده في كل حارة حاصرة وفي كل قصر يزين ممنوع من اني اصبح بعشقك او ابات ممنوع من المناقشة ممنوع من السكات وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك 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 اكتر من اللي فات ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياء ممنوع من الابتسام وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك 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 اكتر من اللي فات باي 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 مرسي 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 يا مالك مرسي ليك ما تزعلش ده مقلب لا 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 لا